الصلاة والسلام على رسول الله، نتكلم عن آداب قضاء الحاجة إذا أراد الإنسان يقضي الحاجة البول أو الغائط أكرمكم الله، ماذا يصنع؟ نعم. يجب على المسلم أن يستتر عن أعين الناس، لا يمكن أن يأتي الحاجة أمام الناس. حتى ولو كان الناس اعتادوا أنهم يتعروا مثلا عند الاستحمام، هذا لا يليق بالمسلم، لا يجوز. نعم، إما أن تدخل إلى هذه الحمامات تغلق الباب أو تبعد حتى لا يراك أحد، أو خلف جدار، أو خلف سيارة، هكذا. قبل أن تدخل إلى الخلاء تقول بسم الله، وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول، وعندما يخرج يقدم الرجل اليمنى، ويقول غفرانك. نعم. الأصل أنه إذا دخل لا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه، لا يدخل بالمصحف، لا يدخل بكتب العلم، كتب الحديث مثلا. نعم. ينقطع عن ذكر الله، لا يمكن أن يذكر الله وهو في الحمام. نعم. حتى كلام الناس لا يتكلم بكلام الناس، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لا يمكن أن يأتي يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفار. كذلك تحت الأشجار المثمرة، في أماكن وقوف الناس، في أماكن تنزه الناس مثلا. لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يمكن أن يبول فيه. نعم. هذه من الآداب الإسلامية التي لا بد أن يتأدب بها المسلم. لا يمس ذكر بيمينه. والله أعلم.